السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطبخ الذكي، ازاي المطبخ يكون ذكي؟ المطبخ يكون ذكي بان انت في بعض الاجهزة ذكية. زي ايه مثلا؟ زي الفرن يكون ذكي. ازاي الفرن يكون ذكي؟ ان انت تحط الاكلة، تمام، حاطط رز، حاطط مكرونة، حاطط فراخ، حسب اللي انت حاطه هو عارف اوتوماتيك دي المفروض على درجة حرارة كام، فهو اوتوماتيك يشوف بس هتقعد كام دقيقة، درجة حرارة ايه، ويبدأ ان هو يسخن على حسب الحاجه ديت وعلى حسب الذوق بتاعك. يعني انت ممكن تقول له انا عايزها نص سوا، لا انا عايزها تكون سوا كامل، وهكذا. ده بالنسبه للفرن. بالنسبه للثلاجات، الثلاجات ممكن تنبهك خلي بالك ان في تاريخ صلاحيه انتهى، تمام، يعني الحاجه دي ما تاكلهاش عشان تاريخ الصلاحيه بتاعتها انتهى، او الفاكهه دي باظت. في خوارزميات موجوده تظبط درجه الحراره وتقلل استهلاك الطاقه حسب الحاجه اللي موجوده. وممكن برضو انا مثلا شفت بالموبايل بروح مصور بعض الاكلات واقول له شوف لي ايه اللي ممكن يتعمل. فانت ممكن تقول للتلاجة كده، تتكلم معاها تقول لها انا دلوقتي الحاجات اللي موجودة في التلاجة، لو انا مش هجيب حاجة من السوبر ماركت ينفع اعمل ايه؟ فتقول لك والله ممكن بالامكانيات الموجودة تعمل مكرونة بشاميل مثلا، تمام، والمواصفات، وتقول لك المقادير وتقول لك كل حاجة. وممكن تتصل بالسوبر ماركت هي دايركت، تلاقي حاجة ناقصة فتتصل بالسوبر ماركت تطلب الحاجة اللي ناقصة حسب الأكل اللي أنت عايز إن أنت تعملها. ومن ضمن الحاجات برضو الإضاءة الذكية، الكنترول سمارت ليد، بحيث تقدر إن أنت تتحكم في الإضاءة، شدة الإضاءة، أو تتحكم في الألوان، تقدر إن أنت تشغلها من خلال الصوت. كل ده ممكن يتم أو من خلال الموبايل، أو من خلال لو أنت في دولة تانية وافتكرت إن أنت نسيت حاجة تقدر إن أنت تتحكم فيها. وتقدر برضو تسخن، يعني انت قربت توصل البيت فتروح تدوس على الزرار يبدأ ان هو مثلا يعمل لك القهوة. وممكن تظبطها في مثلا تول اسمها IFTTT، تقول له اول ما اقرب من البيت من غير ما تدوس عليها خالص، مجرد بس الجي بي اس قال ان انا قربت من البيت بمسافة مثلا 2 كيلو، ابدأ بقى سخن القهوة، سخن كذا، سخن كذا. فدي برضو من ضمن الحاجات الكويسة. برضو في حاجة مهمة جدا، يمكن اهم حاجة، اللي هي كشف الدخان الذكي. يبقى في اجهزه كده كشف مبكر وتديك تنبيه لحظي وتبعت لك على الموبايل وكل الحاجات ديت. فدي من ضمن الحاجات اللي ممتازه. لو في حصل تسرب للغاز في اي وقت يبدا ان هو ينبهك ويبعت انذار، وممكن يتصل بالبوليس حسب ما انت هتبرمجه.